بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه السائلة هم عمر، تقول فضيلة الشيخ: لي أولاد محافظون على الصلاة منذ صغرهم، ولكنهم حينما بلغوا وأصبحوا شباب وتوفي والدهم تساهلوا وترك بعض منهم الصلاة، فلا يفيد بهم وعظ ولا توجيه. نريد من فضيلة الشيخ أن يوجهني وينصحني، ماذا أعمل معهم وقد كبروا في عمرهم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا خطاب للوالدين مع أولادهم. من كان دون البلوغ يؤمر بالصلاة، ومن كان قد بلغ فإنه يضرب إذا تركها ويؤدب. وإذا كانت والدتهم ما تقدر على ضربهم ولا تستطيع أن تضربهم، فإنها توصي من أقاربهم من ينكر عليهم ومن يغلظ عليهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول: نشر الأحاديث الضعيفة يحصل كثيرا في وقتنا الحاضر وعبر الجوالات، عبر رسائل الجوال، انشر تؤجر، هذا نسمعه بعد صلاة كل جمعة، ما رأيكم في ذلك؟ لا يؤخذ بما تنشره الجوالات، لأنها يختفي وراءها المشعوذون والكذابون والمضللون ولا يعرف. وإذا ذكر في الجوال حديث فلا بد أن يذكر مصدره الذي نقل منه من كتب الحديث، لا بد من هذا، تعرف درجته من نفس المصدر. ما لم يذكر الحديث مصدر الحديث ودرجة الحديث فإنه لا يلتفت إليه. هذا الشيء. الشيء الثاني: الحديث الضعيف إذا كان له طرق تقويه تعاضده فإنه يعمل به، قد يصبح صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. ما إذا لم يكن له شواهد فإنه يعمل به في الترغيب والترهيب فقط، لا يؤسس عليه أحكام شرعية من تحريم ووجوب، وإنما يعمل به في الترغيب والترهيب كما ذكر العلماء. ولا يجزم بأنه حديث، لا يقال قال رسول الله، وإنما يقول روي أو يروى عن رسول الله أو ورد عن رسول الله كذا وكذا، وبشرط لا يكون ضعفه متناهي أو يعلم أنه كذب، لا يجوز العمل بالحديث الموضوع ولا الحديث الضعيف شديد الضعف الذي يقرب من الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا فضيلة الشيخ نخرج إلى البر ونصلي جماعة على زل التأجير، وأخاف بأنها ليست طاهرة فأضع شماغي تحت وجهي، هل هذا جائز؟ هذا التكلف، الأصل الطهارة ولله الحمد، ما لم تعلم أن السجادة فيها نجس، إذا لم تعلم فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التشاؤم من بعض الشهور مثل صفر وربيع وغيرها. لا يجوز التشاؤم بشيء، من الطيرة، لا يجوز التشاؤم بشيء، بل تفاؤل، وهو من حسن الظن بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل، لأنه إحسان ظن بالله عز وجل وتأمين للخير. وأما التشاؤم فهو طيرة، لا تجوز لا في الزمان ولا في المكان ولا في المخلوقات، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله
ويكثر من الدعاء والورد في الصباح والمساء ويشرح صدره ويجعله متفائلا طيب النفس مع المحافظة بعد المحافظة على الفرائض الصلوات. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ هل يعذر العروس والعروسة على تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ليلة الدخول بسبب عدم تمكنهم من الاغتسال والاستحمام؟ لا يجوز هذا، والحمد لله الآن توفرت وسائل الاغتسال والوضوء بتوفر الماء، هي إذا أقدر ما عندهم ماء يتيممون، فلم تجدوا ماء فتيمموا، يصلون الصلاة في وقتها بالماء إذا أمكن أو بالتيمم، ولا يتركون يؤخرون الصلاة إلى بعد الوقت. نعم. هذا السائل يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما هي هذه الأعظم؟ وإذا لم يسجد عليها المسلم هل الصلاة صحيحة؟ الأعظم بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان والقدمان، هذه سبعة أعظم وأعضاء سمى أعضاء السجود. وإذا رفع واحدا منها في كل السجود ولم يضعه على الأرض من غير عذر فسجوده لا يصح. أما إذا كان هذا لعذر، إذا كان رفعها لعذر أو ليس له عضو أصلا من هذه الأعضاء، إنه معذور في هذا، يصلي على حسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل عن فضل صيام عاشوراء وما السنة فيه؟ نعم، عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية، وأيضا هو يوم عظيم، هو يوم عظيم صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أهلك عدوه وأغرق فرعون، وصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن يصام يوم قبله ولا يقتصر على صوم يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله خالف اليهود، وفي رواية: أو يوما بعده، لا يصام وحده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله يقول: شيخ، لي أخت عندها ذهب وهو للزينة، وما تلبس منه إلا الشيء القليل وما تبقى منه، فتمر سنوات دون أن تلبسه، هل فيه زكاة؟ وما مقدار زكاة الذهب؟ إذا كان التنويه للزينة التزين به فليس فيه زكاة على الصحيح، ولو لازم أن تلبسه دائما تلبسه في المناسبات في بعض الأحيان، مقدار الزكاة ربع العشر، تخرج ما يقابل ربع العشر منه، سواء من الذهب أو من الورق النقدي صرف الذهب، تخرج ربع العشر أو ما يقابل ربع العشر. وأما إذا كان هذا الذهب ليس للزينة وإنما هو مدخر للحاجة أو للبيع هذا فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم الاستحمام في الحمام بماء زمزم، وهذا الماء مقروء عليه سورة البقرة. لا بأس بذلك، لا بأس بالاغتسال بماء زمزم الحمام أو في غيره. نعم. يقول: إذا كان لي جار مؤذي وقد يعني صبرت عليه، كيف أتعامل معه؟ وهل أبيع بيتي من أجله؟ اصبر عليه وأحسن إليه، ولو أساء إليك قابل إساءته بالإحسان، فمن عفا وأصلح أجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أصبر عليه وأدي حقه عليك، وهذا يقرب أنه يخجل، إذا أحسنت إليه فإنه يقرب أنه يخجل من فعله فيكف أذاه. نعم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، منها هذا السؤال عن شهر شعبان: صيام هذا الشهر كاملا، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام شعبان؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، يكثر من الصيام في شعبان، وإن لم يكمله فإنه منهي عن صوم شهر كامل إلا رمضان، فيكثر من الصيام من شعبان، يصوم غالبه عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وما معناه؟ الحديث صحيح، ومعناه أن من حرمت عليك بالنسب تحرم عليك بالرضاعة، مثل أمك من النسب تحرم عليك
وكذلك أمك من الرضاعة، أختك من النسب تحرم عليك، كذلك أختك من الرضاعة، وهكذا. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن سبع البقرة، هل تجزي في عقيقة البنت قياسا على الأضحية؟ الجمهور على أن السبع من البدنة أو البقرة لا يجزي في العقيقة، لابد أن تخرج كاملة. أن أراد أن يعق ببعير فيخرجه كاملا، أو ببقرة لابد أن يخرجها كاملة، ولابد أن تبلغ السن المجزي للبقر سنتان وللإبل 5 سنين، ولابد أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالأضحية، هي مثل الأضحية تماما. نعم. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، ما مناسبته؟ دخل رجل بعدما صلوا، دخل رجل المسجد بعدما صلى الرسول بأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه بدل أن يصلي وحده، يكون جماعة، وتكون للثاني الذي صلى تكون نافلة، تكون في حقه نافلة. نعم. يقول من دخل يا شيخ مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر الإمام بعض التكبيرات، إذا سلم الإمام يكمل بقية التكبيرات ثم يسلم. نعم. المريض يا شيخ كيف يصلي جالسا، وهل الأجر وحده كأنه واقف؟ نعم، المريض يصلي جالسا إذا احتاج إلى الجلوس، إن قدر على السجود على الأرض يسجد، وإلا يكفي الإيماء برأسه، يومئ بالركوع برأسه ويومئ للسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. نعم. من أسئلة السائل يقول رجل دخل المسجد والناس يصلون وهو مسافر، ماذا يعمل؟ يدخل معهم، إذا كان ما صلى يدخل معهم ويصلي معهم ويتم الصلاة، لأنه تبع للإمام. نعم. هل مسح الرأس بالنسبة للمرأة مثل الرجل؟ بلا شك، المرأة والرجل سواء، يمسح ما على الرأس، أما ما نزل من الظفائر فلا، هذا ما يلزم مسح، إنما يمسح في حدود الرأس فقط. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنه محافظ على الصلاة ولكنه يفعل بعض المنكرات، هل صلواته التي صلاها مع الجماعة صحيحة، وما نصيحتكم له؟ المنكرات التي دون الشرك لا تبطل الصلاة، تصح صلاته ويوجر عليها، ويأثم على المعاصي والسيئات يأثم عليها، لكن صلاته صحيحة ويوجر عليها. والغالب أن اللي يحافظ على الصلاة أنه ينتهي عن المنكرات، قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت أم سوزان تقول سوف نذهب بإذن الله إلى جدة، ونحن من أهل الطائف، وسنمكث هناك أكثر من 2 أسبوع، فهل نجمع الصلاة؟ لا، إذا عرفتم أنكم تقيمون أكثر من 4 أيام فلا يجوز لكم قصر الصلاة، لأنكم أصبحتم مقيمين، حكمكم حكم المقيمين، تتمون الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه السائلة هم سعد تقول بالنسبة لتركيب الرموش الصناعية للمرأة، هل هو من الوصل؟ نعم، لا يجوز هذا، تكفي الرموش التي خلقها الله لها وهي جمالها، وهذه الرموش هذا من الوصل، وهو أيضا من التصنع الذي لا يجوز. نعم. في السلام والتسليم من الصلاة فضيلة الشيخ، في قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزيادة هذه هل هي واردة؟ هذه الكثير من الأحاديث على الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردت في بعض الروايات، ولكن لا يأتي بها، لأن هذا يخالف ما عليه العمل، ما عليه المصلون، ويشوش. نعم. وصلنا هذا السؤال من أبو محسن، يقول إذا استحالت العشرة الزوجية بين الزوجين وبذلت الأسباب وجميع الطرق الإصلاح من الطرفين، لكن لم يتم الصلح بينهما لزيادة المشاكل واستمرارها، حيث أثر ذلك على الأطفال وساءت النفسية للزوجة، وطلبت الزوجة الطلاق من هذا الزوج، لكن الزوجة شيخ تركها معلقة بدون طلاق أكثر من 10 سنوات، هل يحق له ذلك؟ هذه يرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة، والقاضي ينظر في هذه المشكلة وما هي الأسباب والدوافع، وينظر في حلها. نعم. هذا يسأل عن ضعف الإيمان،
هل يجده الإنسان أو يحسه؟ وما الأعمال الصالحة التي تزيد من هذا الإيمان؟ كل الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، وكل السيئات والمعاصي تنقص الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يكون شيئا عظيما مثل الجبال، وينقص حتى يكون مثل ذرة أو أقل من الذرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أضعف وأقل، يكون كثيرا ويكون قليلا. نعم. يقول: ما الأفضل في بر والدي، الدعاء أم أن أأتي له بعمرة وحج، مع أنه حج واعتمر؟ كلاهما خير بر، أنت أن تدعو له وأن تحج عنه وتعتمر، ولكن الحج والعمرة قد لا يتيسران، أما الدعاء فهو متيسر وسهل على المسلم. نعم. يقول: إذا أحب الإنسان أخاه، ما هي السبل لإبلاغه؟ السبل أن يخبره بذلك، أن يخبره بذلك أنه يحبه في الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عايض يقول: نحن نأكل من لحوم الإبل ونتوضأ، بخلاف الضأن والماعز والبقر، مع أنها من فصيلة واحدة، ما الحكمة في ذلك؟ يا أخي، نحن نتبع الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم. ولما سئل أن أنا توضأ من لحوم الغنم قال: لا، توضأ من لحوم الإبل قال: نعم. الحكمة الله أعلم بها. نعم. يسأل هذا يا شيخ عن وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود في الصلاة، بعض الناس يفعله من المصلين مستدلين بحديث، وما كيفية السجود الوارد؟ نعم، السجود الوارد أنه يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه تشبه بالبعير، البعير يضع يديه قبل ركبتيه، ونحن منهيون عن التشبه بالبهائم. هذا هو الأفضل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وإذا احتاج إلى وضع اليدين قبل الركبتين لكبره أو لضعفه أو مرضه فلا بأس بذلك. نعم. نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ بسؤال للأخت نهى، عن حكم الشرع في نظركم في إقامة ذكرى الزواج بين الزوج والزوجة بعد كل سنة. هذا بدعة ولا يجوز، لا يجوز إقامة ذكرى للزواج. نعم، الزواج في مناسبته يكون هناك وليمة، وهذا السنة لأنه يولم للزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج: أولم ولو بشات، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يولم على زواجاته عليه الصلاة والسلام بما تيسر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وقد سجل هذا اللقاء الزميل عثمان الجويبر، والسلام عليكم ورحمة